بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم موديل جديد في العبايات. هانتوما شوفوا معايا واحد الموديل غزال، تيجي واعر، عندو ليبليف في الصدرية، الصدرية طالعة ماشي ديال الحزام، التلون زوين تبارك الله، تيحمق المارو زوين. ودرت ليه الصديفات في هاد سميتو، هاد الصفر غادي للباج، ماشي صفر ماشي باج، ما عرفتش اش هاد، ما عرفتش سميتو بالضبط. عرفتو تطلع واعر البنات، خصوصا ملي تتلبس. وعندها لي بلي في الكتاف، راس الكم عندها باندا بلاستيك، موديل واعر تبارك الله. وبالمناسبة هذه راه ديال الأخت سكينة من مدينة مراكش، بالصحة والراحة أختي سكينة. دوزي فيها شهر رمضان ان شاء الله بالصحة والراحة. هانتوما عندها سميتو الفرافر من تحت، عندها جوج فرافر، نتمنى تبان ليكم واضحة حيت راس الصورة ما تعطيش الحاجة حقها، ماشي بحال شتي سميتو الحاجة مباشرة. نتمنى الموديل ديال اليوم يعجبكم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوشركم بركه.